السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة بالضبط كيش لودايا اللي معروف بالقرية، وحنا في الطريق. لازم في هذا الصباح هذا ما نقوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله التوفيق لوليداتنا وبنياتنا اللي غيجتازوا الامتحان ديال البكالوريا، وكلنا كنعرفوا الأجواء اللي كيدوز في هذا الامتحان والظروف والحلم ديال كل تلميذ وتلميذة بالحصول على شهادة البكالوريا. أول هدف كيكون عنده هو يفرح الوالدين، أول هدف كيكون عنده هو يفرح والديه أكثر ما ياخذ ديك الشهادة ومجموعة من الأمور. كنشوفو هنا الاستعدادات على قدم وساق، رجال الأمن كذلك في عين المكان. نطلبوا الله لا يحرم شي واحد من هاد الفرحة ديال الحصول على شهادة البكالوريا، وكنتمنى التوفيق للجميع. وكنبغيو نقولوا للوليدات اللي مقسم لي الله شي حاجه غتوصلوا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني لا مقسم الله شي حاجه غتوصل، نديروا اللي علينا منفرصيوش على راسنا. يعني لا كان جاب الله شي نتيجه مزيانه تبارك الله، ما جاتش النتيجه مزيانه بنادم يوجد راسه عاوتاني ويكمل ويستمر. اقسم بالله العلي العظيم ان الناس بالاستدراكيه راهم اساتذه، بالاستدراكيه راهم بزاف د الحويجات. حنا نتمنوا من الله الانسان يتفادى الاستدراكيه، لانه الله يكون في العوان. ديك ملي كتشوف الاصدقاء ديالك كنجحوا كتشوف شي امور كيبقى في كل حال، ولكن والله العظيم بحكم التجربه وبزاف د الحويجات، فاللي مقسم لي الله شي حاجه كياخذها راه حاصل على شواهد عليا وراكم عارفين. هذا ما كاينش ان بنادم يقصر ولا هذا، بنادم يدير اللي عليه يحاول ينجح يدير الواجب، وان شاء الله الكمال على الله. الله ييسر اموركم اصحاب الباك، الله ييسر اموركم في هذا النهار هذا، والله ييسر لكم كل حاجه صعيبه ان شاء الله، حتى حاجه ما تكون صعيبه. الله يسخر لكم الامور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.